داخل الزاوية، محاولة ملعوبة للأمام، ولكن كرة عرضية خطيرة جدا، محاولة لمنتخب فلسطين، كرة تتهيا ودستير. الهدف الأول، نعم يأتي فلسطين تسجل الهدف الأول. هنا كرة تتصوب على المرمى، أول أهداف هنا في هذا اللقاء، الكرة تذهب في الشباك للهدف الأول. الهدف الأول نعم يأتي لمصلحة المنتخب الفلسطيني. هنا كرة تتنفذ على المرمى، يأتي بأول الأهداف هنا في هذا اللقاء. ثامر صراع نعم هو من يسجل هدف، وبالتالي كرة توصل للمرمى. محاولة حلوة كانت اللقطة الماضية، أول أهداف اللقاء هنا لمصلحة. هنا خطيرة، جول 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 جول، هدف ثاني اسماعيل عمور، يسجل الهدف الثاني في مرمى ماليزيا. هذه الكرة وهذه اللعبة وهذه اللمسة، هنا النهاية، اسماعيل عمور يسجل الهدف الثاني، تحرك ولا أروع، هدف ثاني هنا يأتي في مرمى ماليزيا. يا سلام يا فلسطين، هذه الأوضاع الرائعة جدا في الكرة الماضية، والكرة الملعوبة بشكل رائع جدا. يا سلام على كرة تتهيا، هنا كرة تتهيا بشكل رائع جدا، كرة بالمرمى، هدف ثاني لمنتخب فلسطين. يا سلام يا سلام يا سلام، فلسطين تظهر بشكل رائع جدا، والفدائيون هنا يسجلون هدف ثاني هنا في هذا اللقاء. يا سلام على لعبة اسماعيل عمور، هو من يسجل الهدف الثاني، صاحب 31 سنة، لاعب هلال القدس. يقول لقطة ماضية توصل على الجهة اليسرى، حاول سال كرة. يا سلام يا سلام على كرة، محاولة الآن التسديد، ولا لا، محاولة الآن الدخول. يا سلام يا سلام، برافو يا ولد يا ولد يا ولد، على المرور والتقدم، على فردية رائعة جدا هنا، المرور. يا سلام على فلسطين، ثالث الأهداف. يا سلام يا سلام يا سلام على الهدف الجميل، هنا المهارة، الدخول بشكل ممتاز، هنا مر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على اللعبة وعلى اللقطة وعلى الدخول، ما بين اثنين مر، ما بين اثنين تقدم، ما بين اثنين هو ثالث الأهداف، ما بين اثنين ثالث الأهداف في الشوط الأول للمنتخب الفلسطيني. هنا يظهر بشكل رائع جدا الفدائيون، هنا يظهرون في الشوط الأول. الآن على اليمين، محاولة بجانب منتخب فلسطين في هذا اللقاء، عبد الحميد وحبيبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جول 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 جول، هدف نعم يأتي للفلسطيني. هنا يأتي الهدف الرابع، هدف رابع. يا سلام يا سلام يا سلام، هدف رابع ولا أحلى ولا أجمل، هذا هو الهدف الرابع للمنتخب الفلسطيني. هنا يظهر في هذا اللقاء. يا سلام يا عبد الحميد ابو حبيب، مر بشكل ممتاز يا حبيبي على الكوره الرائعه جدا، والكوره الراسيه تذهب للشباك للهدف. هنا ياتي مصلحه فضل يوسف، نعم هنا في هذا اللقاء يسجل الهدف الرابع، الهدف الرابع ياتي لمصلحه منتخب فلسطين، هدف رابع نعم ياتي لمصلحه المنتخب الفلسطيني هنا في هذا اللقاء، يظهر بشكل رائع جدا محاولة بالراس والكرة بالمرمى، هدف خامس، هدف خامس يأتي لمصلحة منتخب فلسطين. الكرة الماضية بالراس، والكرة بتمر تذهب للشباك للهدف الخامس لمنتخب فلسطين. خمسة أهداف تذهب للشباك هنا في هذا اللقاء لمصلحة المنتخب الفلسطيني، الذي يظهر بشكل قوي جدا هنا في هذا اللقاء وفي لقاء الشوط الثاني.
فيها محاولة الأمام والكرة توصل للجهة اليسار وهدف سادس، 6 لمنتخب فلسطين، 6 الأهداف يذهب للمنتخب الفلسطيني هنا في هذا اللقاء. الكرة تتجه للشباك، يا سلام لمنتخب فلسطين، 6 أهداف ولا أروع للمنتخب الفلسطيني هنا في هذا اللقاء. 6 أتى و6 أهداف، لعبة حلوة 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 للمنتخب الفلسطيني. هذا هو الهدف السادس، الهدف السادس يأتي للمنتخب الفلسطيني هنا في هذا اللقاء. 6 أهداف تذهب للمنتخب الفلسطيني هنا في هذا اللقاء.